التلميذات والتلاميذ، السلام عليكم. معكم الأستاذ عز الدين المناوي. غادي نشوفوا في هذا الفيديو المجموعات المميزة في الكيمياء العضوية، وغادي نبدأ بمجموعة الكحولات. إذا ما هو الكحول؟ هو مركب عضوي أكسجيني، يعني فيه الكربون والهيدروجين اللي هو هيدروكربور زائد أكسجين. إذا ما هي المجموعة المميزة للكحول؟ الكحول يتميز بهذه المجموعة، هذه الرابطة هذه معها OH. إذا أي كحول يتميز بهذه المجموعة OH اللي هي مجموعة الهيدروكسيل. ما هي إذا الصيغة العامة للكحول؟ هي هذا الشيء اللي شفنا من قبل اللي هو جدر ألكيلي كنلصقوا فيه OH، وهذا الجدر هذا عبرنا عليه بR وغادي نسميه ROH. إذا الصيغة العامة للكحول إما نكتبها CnH2n+1 مع OH ولا R مع OH. اللي مهم من هذا الشيء كل شيء هو أن فيها هذا OH اللي كتميز الكحولات. جميل، غادي نشوفوا أمثلة. إذا هاد CnH2n+1 هي هاد المجموعة ديال الألكيل، هذا تذكير لأن شفنا هادشي من قبل. إذا هاد CnH2 يقدر يكون هو هذا CH3، إذا غندير CH3. الرابطة نقدر نديرها من اليسار نقدر نديرها من اليمين، ما كاينش حتى شي مشكل، بحال بحال حنا نخلوها من اليمين. وغادي نلصقوا فيها شكون؟ غنلصقوا فيها مجموعة الهيدروكسيل OH. ولا غناخذ الجدر الثاني اللي هو هذا أمامكم، إذا C2H5 ونلصق فيها OH، وهكذا كنحصلوا على مجموعة الكحول. جميل، كيفاش غادي نسميو هاد الكحولات الآن؟ إذا غادي نحاولوا نشوفوا جوج ديال الحالات، إما في سلسلة خطية ولا سلسلة متفرعة. وما تنساوش الوليدات، أنا راه درت فيديوهات متقطعة، كل فيديو كيحمل هذا النوع من المعلومات اللي كنشير ليه الان. اذا ملي كنتكلم سلسله خطيه متفرعه راه سبق ليا قدمت فيها فيديو. اذا ملي غنتكلم على التسميه ديال هذا الجدول هذا الكان الكيل راه سبق لي قدمت فيه فيديو باش هذا الشيء يتحفظ ويتخذ بعين الاعتبار. اذا اللي خدينا سلسله خطيه، اذا غادي نشوفوا كاينين جوج ديال الحالات، اذا كان عدد الكربونات اصغر او يساوي جوج. اذا على سبيل المثال غناخذوا هذه الحاله هذه، إذا الجدر هذا اللي فيه جوج كربونات، والحالة الأخرى جدر فيه كربون واحد، إذا هذا لصق فيه OH وحتى هذا لصق فيه OH. إذا السمية غتكون كما يلي، كناخدو سمية الألكان يعني غنشوفو عدد الكربونات اللي عندنا جوج، إذا غنوريكم فين العدد جوج هو هذا، والألكان صاحب جوج، نعاود نمسح هاد الشي باش يبان لكم مزيان، والألكان اللي غيحمل ليا جوج هو هذا الكربون هذا. اذا سميتو ايتان، اذا غنديرو الكان ونزيدوها في الاخر اول لانه كحول. اذا من هو الالكان صاحب جوج كربونات؟ هو ايتان. واش كنزيدوها في الاخر اول. نعاودو نرجعو تاني للمثال الثاني، شحال من كربون عندي هنا في هذا الجدر هذا؟ واحد. اذا مول واحد هو هذا، شكون هو الالكان مول واحد؟ هو كنقول الكان، ها الكان ما كنقولش الكين، ميتان. اذا غادي نكتب ميتان ونزيدها اول لانه من فصيلة الكحول. دابا الحالة الثانية، اذا كان عدد الكربونات كبر من جوج، هنا غتولي عملية اخرى، غناخذ سميت الالكان كما السابق وغندير واحد العدد ان اللي غنسمي ان واحد ونزيد حداه اول. شنو كيعني ان واحد؟ يعني رقم الكربون الوظيفي، يعني الوظيفي اللي لاصقه فيه OH في السلسله، ويكون دائما رقم صغير يعني اصغر رقم ممكن. نشوفوا هذه بوضوح. اذا على سبيل المثال هذه الامثله هذه، شوفوا المثال الاول هذا ثلاثه الكربونات، غادي نلصق OH في هذا الكربون الاول هذا. اذا غنبدا الرقم الان، اذا اول حاجه في الكربون الوظيفي هو هذا الكربون، هذا الكربون هو اللي لاصقه فيه OH كنسميه كربون وظيفي، خاصو ياخذ اصغر رقم. اذا باش نديرو اصغر رقم كاينين جوج حالات، واش الرقم من اليمين ولا من اليسار؟ الا رقمت من اليمين واحد جوج ثلاثة،
ولا رقمت من اليسار واحد جوج ثلاثة. إذن ثلاثة رقم كبير، لا خصنا نأخذ الرقم الصغير. إذن هذا هو الترقيم الصحيح. ولكن نزيد لكم واحد القضية وبلا ما نبقاو ناخذوها بعين الاعتبار، الهيدروجينات. الهيدروجينات معروفين، إذن ما محتاجينش باش نبقاو كل مرة نديروهم. على سبيل المثال، هاد الكربون الأول هذا عنده رابطة خاصو ثلاثة، هاد الكربون هذا عنده جوج روابط خاصينو جوج، هاد الكربون هذا عنده رابطة هنا جوج خاصينو جوج ولاصقة مع واش. إذن ما كاينلاش نديرو الهيدروجينات، راهم معروفين. ديما خص الكربون يكون عنده ربعة ديال الروابط في النهاية. السؤال، أشنو سميت هاد الكحول هذا؟ أولا واش كحول ولا لا؟ بيان سور لأن عنده أو أش. شحال الكربون فيه؟ فيه ثلاثة. إذن مول ثلاثة شكون هو في المجموعة الألكان؟ مول ثلاثة هو هذا اللي أمامكم، هو بروبان. إذن أش غادي نديرو السمية ديالو؟ بروبان. قلنا وكنزيدو كنديرو سمية الألكان ها هو، وغنديرو واحد الرقم ونزيدو أول. إذا الرقم ديال من؟ ديال الكربون اللي كيحمل أو أش، اللي هو هذا الكربون هذا الوظيفي. إذا هو واحد، وكنزيد بعدها أول، يعني هاد أول كاينة في الكربون واحد، هاد أول كاينة في الكربون رقم واحد. مزيان، باش نفهمو أكثر شوفوا المثال الثاني. هاد أو أش غادي نلصق على الوسط هنايا، هاي ثلاثة الكربونات بحال هذا اللي فات، ولكن غندير أو أش في هذا. إذا الترقيم واحد جوج ثلاثة، ولا واحد جوج ثلاثة. إذا في كل الحالات غيبقى جوج. هذا الكربون الوظيفي هذا أنا غنلونه هو هذا. إوا الآن يمكن نزيد الهيدروجينات. الكربون الأول عنده رابطة واحدة، الكربون الأول عنده رابطة واحدة خاصينو ثلاثة، الكربون الآخر خاصينو ثلاثة عنده واحدة، وهذا عنده ثلاثة الروابط خاصو غير وحيدة. إوا شحال الكربون عندي في العموم؟ ثلاثة. مول ثلاثة شكون هو؟ هو بروبان. إوا الرقم فين غنديرو اللي كيحمل أو أش؟ كاين في جوج، إذا جوج أول. إوا شوفوا هاد السمية وهاد السمية ماشي بحال بحال. هذا أول كاينة في جوج، ها هي قدامكم، وهذا أول كاينة في واحد. باش نفرقو أرا نزيدكم مثال آخر. شوفوا معايا هاد المثال هذا رقم ثلاثة. إذا غادي نلصق أو أش هنا. إذا الكربون الوظيفي هو هذا اللي أمامكم. إذن غادي نرقم الآن. من غادي نرقم؟ من اليمين ومن اليسار. الرقم القريب لهذا الكربون هو هذا. إذن واحد جوج ثلاثة أربعة، حيت إلا درت من هنا غتولي واحد جوج ثلاثة أربعة. أو ثلاثة كبيرة بينما جوج صغيرة. إذن هاد الترقيم التحتاني ما خدامش. نقدر نزيد الهيدروجينات إلا بغيتو. إذن هذا عنده أش ثلاثة باش يولي أربعة، هذا خاصو جوج، هذا خاصو غير وحيدة، وهذا خاصو ثلاثة. إذن قلت لكم الهيدروجينات ماشي مشكل. إذا عدد الكربونات اللي كاين عندي شحال؟ أربعة. إذا مول أربعة شكون هو؟ هو البوتان. إذا شوفوا مول أربعة الألكان، الألكان مول أربعة هو هذا. إذا هو بوتان. إذا غادي نكتب بوتان. إذا ها هي بوتان. الكربون الوظيفي هذا اللي كيحمل أو شحال؟ جوج، ونزيد حداها أول. جميل. دابا غندوزو السلسلة المتفرعة، ودائما باش تكون متفرعة خاص يكون عدد الكربونات كبر أو يساوي من ثلاثة. إذن غنديرو بدا أول حاجة رقم إن واحد حداها الألكيل اللي غيكون لاصق، وعادة غناخدو السلسلة الرئيسية هي الألكان، ونحتارمو هادشي اللي قلنا. هاد أول واش كاينة في رقم واحد ولا جوج ولا ثلاثة؟ إذن هادشي هو اللي غنشوفو في هاد الأمثلة. إذن شوفو معايا هاد المثال الأول هذا. إذن الكربون الوظيفي هنا فين هو؟ هو هاد الكربون اللي كيحمل أو أش، ولكن عندي كربون اخر لاصق فيها جدر اللي هو السي اش 3. نوريكم السي اش 3 على سميتو جدر، لانه الكيل هو هذا اللي قدامكم. ها الكيل، الكيل. جميل. اذا دابا كيفاش غادي نديرو السميه؟ اول حاجه نزيد الهيدروجينات باش ما يبقاوش كيخلعوكم الهيدروجينات. الاول عنده رابطه واحده، عنده رابطه واحده خاصو 3، هذا عنده رابطه واحد جوج ثلاثه خاصو غير وحيده، هذا خاصو غير وحيدة حتى عنده ثلاثة، وهذا خاصو ثلاثة. إذا السلسلة الرئيسية هي هذه. إذا لاحظوا السلسلة الرئيسية هي اللي فيها أكبر عدد من الكربونات، ولكن غادي نرقموها دائما على أساس مع القواعد. ما غاديش نكتب لك بزاف ديال الجمل. القاعدة خاص هذا الكربون الوظيفي هذا اللي عندي هنا، هذا الكربون الوظيفي هذا اللي فيه أو أش، ياخذ أصغر رقم. إذا خاص الرقم من الجهة اليمنى، واحد جوج ثلاثة أربعة، حيت إلا رقمت من اليسار غيولي واحد جوج ثلاثة أربعة، غادي يولي الرقم ديالو ثلاثة. دونك هادشي كبير ما يخدم شيء.
غتقولوا لي وعلاش ما هذا الكربون الاخر اللي فيه CH3 ما ياخذش اصغر رقم؟ لا، ملي كيتلاقى او اش مع الجدر، او اش هو اللي عنده الاسبقيه في الترقيم الاصغر. اذا دابا غادي نحاولوا نديروا السميه. اذا هذا الالكيل هذا جدر ماشي جدر، اذا هذا الجدر غنحيدوه هو الاول. اش نسميتو؟ ميتيل. نوريه لكم، ها هو CH3، هو هذا الجدر هذا الشيء خصو يتحفظ، هو CH3 ميتيل. اذا هذا الميتيل هذا حيدته. اول حاجه فين لاصق؟ اذا هذا الميتيل لاصق في الكربون 3، اذا غندير 3 ميتيل ساليت منه. غنرجع للسلسله ديالي الرئيسيه، شحال من كربون فيها؟ 4. مور 4 شكون هو؟ هو البوتان الكان. وغندير عريضه وغندير اول. فين لاصق اول؟ هاد اول هادي ندير لون مختلف باش تبان لكم. هاد اول هادي لاصق في الكربون رقم 2، اذا غندير لها 2 اول. نزيدكم مثال اخر اللي هو المثال 4، مثال 2 عفوا، مثال 2. شوفوا معايا هاد الكربونات 3، 1 2 3. هاد الجدر اللي لاصق فيه هو هذا، وها او اش ديال الكحول. مزيان. اذا السلسله الرئيسيه اللي عندي هي هذه، هذا خارج. اذا ما غير الرقم، اذا او اش، او اش لاصق في هذا الكربون، اذا هذا الكربون هو الوظيفي، وتا هذا وظيفي لان فيه جدر، ولكن هذا هو اللي عنده الاسبقيه اللي فيه او اش. اذا غيبدا 1 2 3. يلا السميه، نحيدوا الجدر هو الاول، سميتو ميتيل. ها هو ميتيل. فاش لاصق؟ في 2. ها هو 2 ديالو. وندوز الرئيسيه، شحال فيها؟ 3. مول 3 شكون هو مول 3؟ هو بروبان. نوري لكم، ها هو مول 3 هو البروبان. اذا كندوزو الالكان، اذا 2 ميتيل زيد بروبان. واش كاين حداها؟ اول. هاد اول هيا فين لاصقه؟ اول لاصقه في 1، اذا 1 اول. يلا شوفوا هاد المثال الاخر، فيه شويه مشكله ولكن معليش غنعطوه تا وقته. اذا هاد المثال 3، لاحظوا معايا هاد سي دو اس 5 هادي عندي الحق نكتبها هكذا، سي اش 2 سي اش 3، نفكها حيت اذا جمعتهم غتولي سي دو اس 5. اذا هنا غادي نحاول الان نحلها باش ما تخلقش لكم مشكل. اذا ولات هي سي اش 2 سي اش 3. اذا اول حاجه الكربون الوظيفي فين هو؟ هو هذا اللي قدامنا، لان لاصق فيه او اش، هو اطول سلسله. الا مشينا هنا غنلقاو غير 4، اذا 4 صغيره. وإلا جينا هنا شوف واش غندير دابا، غنمشي هنا ونزل تحت. إذا هنا ولاو عندي 1 2 3 4 5، إذا أطول سلسلة فيها 5. إذا هاد السي أش اللي بقات خارجة على برا عندي الحق نزيد عليها الدروجين ديال السي أش 3، وهذا عنده 3 الروابط غادي خصو وحيدة، وهذا ما عندناش مشكل فيه خصو وحيدة، وهذا خصو 3. مزيان. اذا نشوفوا الترقيم، بديت من اليمين، علاش؟ باش السي اللي فيها الوظيفه تكون قريبه هي 2. ايوا دابا الان هذا اللي بقى خارج جدر ماشي جدر، في لاصق في 3، اذا سميتو ميتيل. ها هي ميتيل لاصقه في 3. ايوا الرئيسيه اللي هي هذه هي السلسله الرئيسيه، شحال فيها؟ 5. 1 2 3 5. شكون مول 5؟ بين طان. وغنزيد اول لان كاينه وظيفه الكحول، وفي كاين الكحول في 2، اذا 2 اول. كنتمنى تكونوا استفدتوا، ولكن في الفيديوهات المواليه غادي نزيدو نفهموكم اكثر. الى اللقاء.